عايز اقول عصام العفريت الصغير اسمه عصام الحضري، كفايه كده. انت من ايام ما كنت في منتخب انا عارف تروح لمين بيعمل لك سحر عشان يقفل لك. انا راجل عندي شفافيه، ومن ساعه ما جيت عرفت انك انت راجل قفلت الجون بتاعك بالسحر والشعوذه، كل كوره صدتها فوق دماغنا. انما الكوره بقى تروح يمين وشمال، ده العفريت الصغير عصام الصغير. لكن في النهايه نرجع بقى نتكلم بقى حازم امام يقول لي انا اسكت، انا كنت على قهوه ورجع حبايب النادي. انت بتهرج انت بتهزر يا ابراهيم ولا بتتكلم بجد؟ لا لا انا بس حاجه سؤال كل الناس بتكلم مرتضى منصور، بتكلم ممدوح عباس بتكلم واحد ذكر. هو امام هيقول لي هو هو دلوقتي حضرتك بتهاجمني انا، هو دلوقتي حضرتك بتهاجمني انا، انا بنقل لك الكلام اللي بقول لك. يلا كان عليك حبيبي مع السلامه. يلا طيب مجلس الاعضاء عشان خاطر من فضلك. لا بعد ما اتكلم خالص. لا قبل ما تتكلم. مش هتكلم وانت حريص على القواعد. الله استاذ مرتضى وخايف زي ما كان قد كده في التليفون من شهرين او ثلاثه مش فاكر، وقال لي انا جنب امي وامي بتعيط. حط امك يا ناس اللي خلوه امك تعيط. يا عم قطر مين؟ ده لو انا احمد ابني ادم من قطر. مين قطر ديا؟ يا اخ تميم لم امك، بقول لك تاني لم امك بجد. يا ست مشرف رونالد جيمز انتوا كلمتوا رونالد؟ اه في اتفاقيه جاي ان شاء الله. جاي بجد؟ اه ان شاء الله والله العظيم. لا تحب اجيب لك اوباما؟ لا لا بجد رونالدينو جاي؟ اه في لي وكيل واتفقنا معاه وجاي احنا في دبي يكلمه وجاي خلاص. ربنا يسهل حاولوا انكم تتفقوا معاه ان شاء الله بامر الله. طيب احنا عايزينك ترجع الفلوس ثاني. كمل كمل انا معاك معاك يا باشا. احنا تميم اهو احنا قاعدين في البلد ما عندناش مشكله. اه تميم ما هو ده سيرته، سيره الهم بعيد عنك ما تجيب الا الهم. مش مشكله احنا حاضرين في الورق كله. اتفضل يا باشا اتفضل. الميه خير برضه والله. المستشار مرتضى منصور اهلا بيك يا سياده المستشار. دكتور عمرو الساعه كام معاك دلوقتي؟ الساعه ثواني الساعه 3 كام يا دكتور؟ 3 الا 7 دقائق. اه انت عارف طبعا انا من الساعه 12 طالب الاخ عمرو الخياط ارد على اللي اتقال بخصوص بعض الكلام قبل ما تجيبوا الولد الفاشل اللي قال ادبه عليا وانتوا فرحانين. ثواني بس اسمع بس يا دكتور. لا 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 حضرتك تسمعني. لا اسمعني انت. لا انت حضرتك اسمعني. لا اسمعني انا ما يشرفنيش اطلع معاك. مع السلامه. يبقى سلامه. اقفل. سلام الشيخ مرتضى. مساء الخير يا استاذ اسامه. ازي حضرتك؟ بنحاول نتصل بيك بقالنا شويه. لا ما حدش طلبني يا استاذ اسامه. وقاعدين ده الاستاذ احمد مش عايز يمشي الا لما تعمل لنا 10 دقايق من الصبح. ما حدش طلبني الا ما طلبت دلوقتي حالا. انا طلبت. كانوا بيتصلوا بيك على 012 معلش معلش. اه اتفضل يا فندم. مش هتفرج من زمان يا استاذ. معلش يا فندم اتفضل. بس اولا انا اسمح لي اديني سبعه ما عادوا بقالك ساعتين وجعت دماغنا بيه. طب احنا اتفقنا استاذ المستشار. لا حضرتك يا استاذ قول اللي انت عايزه بس بالراحه عليا بالراحه على استاذ. لا توجهني فيما اقوله بالراحه عليا. بس حضرتك سايبه بقالك ساعتين دلوقتي وجع دماغنا، فمن فضلك اديني مساحتي عشان ارد على اللي قاله. بس مش حقيقي يا استاذ المستشار. اتفضل حضرتك. هو انت حضرتك بتسجل الناس يا استاذ المستشار؟ يعني مش حضرتك انت هتحاسبني؟ انت مين انت عشان تحاسبني؟ طب حضرتك مين انت؟ ثانية واحدة بفضل ثانية واحدة بفضل ازاي تحاسبني يا ابني؟ لا. انت مين انت؟ طب هو بيقول لك فين التسجيل ده؟ انا عندي التسجيل هبعته لك. طيب. هبعت لك التسجيل. طب خالد كام؟ انت بتسجل ليه للناس طيب؟ انت مالك؟ دي مش مشكلتك. هو ده يعني اسلوب اي حد يكلمك تسجل له يعني؟ انت مش انا ما هو انا كلمني انا اقسم بالله ما كلمني انا. وانا ما بسجلش حد. انا مش شوف فاهم يعني ايه. شوف هو كلم مين واللي كلمه هو اللي سجل له.